اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت اللهم آنس وحشتنا في شبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وبدنا وانسانا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا رحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المسلمين في مكانهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل عنا تلاوتنا اللهم تقبل دعاءنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.